بطبيعة الحال أن هذه الزيارة لنممت فشل نتائج مفاوضات الدوحة في ظل تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث لم يصل المفاوضون إلى أي شيء حتى الساعة، وبالتالي الأمور تراوح مكانها. من هنا جاء وزير الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكين إلى تل أبيب وسيأتي إلى القاهرة من أجل احتواء الوضع وبالتالي عدم فشل المفاوضات وإمكانية تجاوز الحرب الشاملة. لكن لا ننسى أيضا أن هناك دعما محدود غير محدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، تبدأ باليوم الأول لحرب غزة بعد عملية 7 أكتوبر عندما تم إنشاء أو إقامة جسر جوي ما بين تل أبيب وواشنطن لدعم إسرائيل وعدم سقوطها وإنهاء وجودها في المنطقة. من هذا المنطلق أن الزيارة هي للملمت كما أشرت أركز على هذه الكلمة المفاوضات الجارية في الدوحة، وبالتالي زيارته إلى القاهرة نظرا للدور الذي تقوم به مصر على الصعيد الدبلوماسي الدولي العربي على الإفريقي ومن خلال موقعها المتقدم. ولا ننسى أن وزير خارجية مصر كان في لبنان، كل هذه الزيارات إلى المنطقة وإلى لبنان تأتي تحت يافطة واحدة ألا وهي احتواء الوضع وعدم حصول الحرب الشاملة. ولكن حتى الساعة ليس ثمة ما يشهي بأن الأمور نجحت أو أن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من المفاوضين الذين جاءوا إلى لبنان استطاعوا حصول أي خرق، وبالتالي لم يحصل أي خرق دبلوماسي حتى الساعة. لذلك السباق محموم بين هذه الدبلوماسية وحركة المفاوضين والميدان، وخصوصا الرد المرتقب، وأركز أيضا هنا على رد حزب الله، إذ بمعزل هذا كلام قيل من مسؤول كبير في الحزب أنه بمعزل عن المفاوضات الجارية في غزة في القاهرة في الدوحة في أي مكان إلى زيارة المفاوضين الدوليين، فأن حزب الله اتخذ قرار رد، وقد يكون في أيام في ساعات لا أحد بإمكانه تحديد توقيت هذا الرد، لكنه سيكون نوعيا وما قصف بعض المستعمرات في الساعات الماضية والأيام القليلة المصرمة إلا دليل على أن حزب الله اتخذ قراره. ولكن السؤال، هل ستبقى الأمور تحت السقف؟ أعتقد أن حزب الله سيقوم بعملية نوعية، لذلك الأيام القليلة المقبلة مفصلية على ضوء زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة إلى المنطقة، ومن ثم كيف سيكون رد حزب الله، وهذا موضوع ترقب ثقيل لما سيحصل على صعيد لبنان أو على صعيد المنطقة. طب برأيك لماذا تأخر رد إيران وحزب الله هذه المرة إلى هذا الحد، يعني رد إيران تحديدا؟ ليست الأمور بهذه السهولة. البعض يقول لماذا لم يرد حزب الله؟ ذلك يلزمه وقت تحديد بلك الأهداف، نجاح العملية، الوضع الميداني، الوضع الاستخباراتي، كل هذه الأمور. لست بخبيرا عسكريا، لكن هذه الأمور تؤخذ بالحسبان، وتحديدا أن حزب الله دقيق في هذه المسائل، لم يحدد الوقت لا الزمان لا المكان لا أين سيكون الرد، لكن يمكن القول أن الرد سيكون نوعيا والقرار متخذ، وكما أشرت بمعزل عن كل ما يجري في المنطقة من حراك دبلوماسي ومن زيارة المفاوضين الدوليين إلى لبنان أو إلى المنطقة بما فيهم زيارة بلينكين إلى تل أبيب والقاهرة وربما إلى دولة أخرى. لذلك رد حزب الله هو رهن الظروف الميدانية وكيف سيكون، قد يكون مفاجئا للكثيرين، إنما هذا القرار اتخذ وهنا أهمية الموضوع، وهذا ما ينسحب على إيران. إيران دولة إقليمية لها اعتبارات وقد تقوم بالرد وسترد إيران، لكن بالنسبة لحزب الله هو قرار اتخذ على أعلى المستويات وسيكون مفاجئا للذين يتوقعون هذا الرد. بالعودة إلى المفاوضات، نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات الجارية بين حماس وإسرائيل تتركز على رفض الاحتلال الانسحاب من محور فيلادلفيا. برأيك ما هي أوراق القاهرة للضغط على إسرائيل بشأن الوضع في محور فيلادلفيا؟ لا ننسى أن الدبلوماسية المصرية مشهود لها تاريخيا، كان دعمها للبنان منذ حرب السنتين في العام 1975 الاجتياح الإسرائيلي إلى بيروت إلى كل المحطات، وهذا الدور يقوم به اليوم السفير المصري في لبنان أستاذ علاء موسى إلى زيارة وزير الخارجية المصري. إنما مصر بإمكانها أن تقوم بدور كبير نظرا لعلاقاتها الدولية، لكنها ترفض أو تدعن للقرارات الإسرائيلية وخصوصا ما يتعلق بالمعابر، وهي كان موقفها واضحا من اليوم الأول. ولا ننسى أيضا هناك تحرك لافت انطلق لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، وسيقوم بزيارة غزة، بمعنى هناك إعادة خلط أوراق على صعيد الدبلوماسية العربية لمواجهة إسرائيل، وهذا الموقف سيعطي زخما
للمفاوضات وللقضية الفلسطينية ولحماس ولحزب الله إذا بقي هذا الموقف على ما هو عليه، وخصوصا أن الرئيس الفلسطيني كان واضحا بأنه لا يعني لا يمكن لبعض أن يقول أن غزة لا تهم السلطة الفلسطينية بل هم الضفة الغربية أو سوى ذلك. القضية واحدة هي القضية الفلسطينية، وسنشهد تحركا ومواقف لافتة في الأيام القليلة المقبلة، وأتوقع كل شيء خصوصا على صعيد لبنان من زيارات متوقعة لبعض الدبلوماسيين الدوليين والغربيين، لكن ذلك أيضا هو موضع ترقب إذا خرجت الأمور الميدانية أو الوضع الاستراتيجي عن مساره لناحية رد حزب الله أو ما تقوم به إسرائيل. إسرائيل قد تقوم برد استباقي، لا ننسى أن في إسرائيل هناك رئيس وزراء مجنون هو بنيامين نتنياهو يعرقل المفاوضات ومنتشيا منذ عودته من واشنطن إلى اغتياله القياديين البارزين في بحزب الله فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي بحماس إسماعيل هنيه، وقصفه اليومي لقرى وبلدات الجنوب إلى المجازر التي ترتكب في إسرائيل. لذلك أتوقع الأسوأ في الأيام القليلة المقبلة، إسرائيل ستستمر في عدوانها وبالتالي حزب الله سيكون بالرد، وهذا ما سنترقبه وسيكون له تداعياته على صعيد الوضع في لبنان وأيضا على صعيد المنطقة وما بينهما من المفاوضات الجارية من قبل الدبلوماسيين العرب والغربيين. يعني حضرتك توقعت قبل انه تموز حيكون حافل وفعلا كان حافل، وهلا عم تتوقع انه هذا الشهر كمان رح يكون في تصعيد كبير ويمكن يكون في حرب ناطرتنا؟ نعم، من خلال شهادتك من كريمه ومعك تحديدا في القدس تموز، وشهدنا في تموز اغتيال القياديين البارزين كما أشرت منذ لحظات في حماس وحزب الله آب لهاب، كان على مستوى الطقس والطبيعة على مستوى الزلازل الطبيعية والهزات، ولكن الهزات الأمنية ستكون كبيرة وكبيرة جدا، وتوقعوا كيف سيكون رد حزب الله. ولا ننسى أيضا في لبنان وهما الأهمية في مكان أن يكون هناك وحدة وطنية متراسة، لأننا نشهد في الأيام الماضية يعني انهيار تام للواقع السياسي، خلافات تباينات، وهنا يجب أن يكون الموقف موحدا لمواجهة تداعيات ما يحصل، وهذا ما شاهدناه من خلال بعض المواقف إلى المواقف الإيجابية وتحديدا على الساحة المسيحية. هنا لابد من الإشادة بموقف النائب السابق الأستاذ سيزار معلوف، هذا الموقف الوسيحي الوطني العربي الذي كان في رتبه وفي مضمونه، وأيضا مواقف كثيرة من هذا النائب السابق فارس عيد بمعزل عن خلافه مع حزب الله وسوى ذلك، بعيدا عن كل المشاريع الانفصالية التقسيمية، إلى حالة استنفار كبيرة تثرت في الحكومة، كان على مستوى الخطوات التي قامت بها وزارة الاقتصاد والدور الذي يطلع بها الوزير أمين سلام إلى دور مجلس الجنوب الأستاذ هاشم حيدر، هناك حالة طوارئ متخذة في الجنوب وفي كل المناطق اللبنانية حالة استنفار ترقبا لما سيحدث في الأيام المقبلة. نتمنى أن لا يحصل إلى الخير، إنما الأجواء تشي بتطورات دراماتيكية على مستوى رد حزب الله وكيف سترد إسرائيل، هل ستقصف المنشآت المدنية والحيوية؟ هذا تاريخ إسرائيل وكل شيء مرتقب ومتوقع، لا أعول على المفاوضات وخصوصا على رأس الحكومة الإسرائيلية مجانين كتر وفي طلعتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. نعم بالفعل، شكرا لك الصحفي الأستاذ وجدي العريضي.